واحد بيقول انا شاب ابلغ العمر 27 عاما ومحتار في اختيار شريكة الحياة، ولكن توجد فتاة اقابلها بعد انتهاء عملي مساء في الاتوبيس او موقف الاتوبيس، مع العلم ان هذه الفتاة لم اكلمها ابدا ولكن معجب بها جدا. بس احسن تكون من ديانة اخرى وتبقى رؤيتك يعني وقفت في محطة غلط يعني. بيقول لي كيف ابدأ الحوار معاها. انا مش عارف بقى معاكسة البنات تبقى ازاي. حد عنده خبرة فيكم؟ لا تفهمها بعد موتك.